وتعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء مجرب في شرح الصدور وفي جبر الخواطر، ونقول: إلهي وغياثي، أنت وحدك من تعلم ضعفي وكسري وقلة حيلتي وهواني على نفسي، فارحم فؤادي برحمتك التي وسعت كل شيء بها، واغسله من يأسي، وطهرني من لبسي، وافض علي من أنوارك ما يمحو سواد أوحالي، وترفع بها عن قلبي كل حجاب، وتفتح بها على حضرتك كل باب، فتشرح صدري، وتجعل مع كل نفس من أنفاسي وصلاً وأنساً، فيصبح ليلة قدري. يا رب اجعل كل أيامنا وليالينا ليلة قدر بوصلك وبجمالك وبقبول أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. ويا رب يسر لنا الطريق عشان نفضل في صحبة حضرة النبي، ونمسك بيده ونسير معاه في سيرته، ونقول له دايما: وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب اقبلنا وافتح لنا أبواب حضرتك، واجعلنا ممن فازوا بليلة القدر. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.